السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياك الماستر هيثم الزرعوني. حلقتنا اليوم خاصة بتمارين تكسر روتين جدول تدريبك الاعتيادي، خلوكم يعني. التمرين الأول من التمارين اللي تركز على مختلف عضلات الجسم وبالأخص المنطقة الوسطى ومنطقة البطن، مع أن التمرين بتكون فيه ثابت أغلب الوقت، لكن ثباتك هو اللي يعطيك هاي الشدة في التمرين. يؤدى التمرين باستخدام الدمبلز بهاي الطريقة: ثبات، فتح اليدين بطريقة موازية، الرجلين بهاي المستوى، من ثم سحب الدمبل الأعلى والأسفل بهاي الطريقة. حاول تتجنب أنك تسحب وتنزل على الجوانب، لأن بهاي الطريقة ما بتركز على عضلات البطن، تحتاج انك تثبت بهاي الطريقة. تكرارات تكون بين 10 الى 15 تكرار في كل جلسة بواقع 4 جلسات. الثاني من التمارين اللي تركز على عضلات البطن بشكل أساسي والجزء السفلي منها بشكل رئيسي، بالإضافة إلى أن ترفع مستوى المرونة في الظهر. يؤدى التمرين بهذه الطريقة الاعتيادي أو التمرين المتعارف عليه: تكون مستلقي على الأرض وترفع الرجل لهذا المستوى وتنزل. هذا التمرين يركز على عضلات البطن بشكل أساسي، لكن تمريننا اليوم يعتبر بعض الشيء متقدم. يؤدى التمرين وضعية الاسترقاء، سحب الرجل لأبعد منطقة بإمكانك تأديها وترجع لنقطة البداية. في حال كنت من المستوى المبتدئ وتأدي هذا التمرين، وصل للمستوى اللي تقدر عليه. على سبيل المثال عند رفع الرجل ممكن توصل لهالمرحلة فقط وتنزل، هذا هو مستواك الاعتيادي، تتطور مع الأيام مع تكرار التمرين. في أشخاص من البداية بإمكانهم يأدون التمرين لهذه النقطة. جلسات التمرين 4 جلسات بواقع كل جلسة 10 تكرارات في حال كان مستواك مبتدئ، في حال مستوى كان بعض الشيء متقدم 20 تكرار يكون لكل جلسة. التمرين الثالث من التمارين اللي يستخدم في كرسي جهاز التجديف لعملية انزلاق للخلف للأمام. يؤدى التمرين بهاي الطريقة من هاي الوضعية، يركز على عملية الإطالات لهذه الرجل بالأخص العضلة الضامة، بالإضافة إلى قوة التحمل بالرجل الأخرى. يؤدى التمرين بهاي الطريقة: نزول وارتفاع، نزول وارتفاع. تكرارات تكون لكل رجل 15 بواقع 3 جلسات كمستوى متوسط. التمرين الرابع يؤدى باستخدام الجدار، يرفع من مستوى قوة تحمل وقوة الجسم الجزء العلوي بشكل أساسي. يؤدى التمرين بهذه الطريقة: رفع من ثم الثبات موازي الجدار، رفع من ثم الثبات موازي الجدار، ثم لمس الأكتاف هاي الطريقة. تكرارات تكون بين 10 إلى 15 تكرار بواقع 3 جلسات. في الختام، هناك صورة رائجة حول شرب البيض الغير مطبوخ من قبل الرياضيين، وبالأخص اللي أهدافهم هي البناء العضلي. معناته البناء العضلي يعني يحتاج بروتين قدر المستطاع، لكن الدراسات بينت أن البيض الغير مطبوخ نسبة الجسم في امتصاص البروتين تكون 51% مقارنة بالبيض المطبوخ، نسبة امتصاص الجسم للبروتين 91%. معناته الفائدة الأكبر في البيض المطبوخ، كذلك طعمه أحلى. نشوفكم في الحلقات القادمة، تحياتي.